مش على منظرها. احنا نصور الان مهيدة العبد، طلعنا مع صاحب باص فعجز، كان محمل كثير فعجز، فنزلنا عشان نخف عليه الحمول. الرجال طلع وهرب، تدري نلحقه ولا لا؟ يا اخي النقل هذا صعب مرة. كلمة اقول له والله انا مشي رجل منو؟ منو؟ منو معي؟ سواق. ها؟ اسم ابوه. لا انا تحت يا اخي. تحت تحت نمشي رجل. ماله؟ اساسه ايش يطلع؟ يلا خلاص انا بتشوف، انا قدامك، انا اشوفك الان، انا اشوفك الان، بروني بروني قدامك مباشرة. هو هذا الشخص اللي صاحب الباص. يلا سنطلع معك، تحياتي. هذا الشخص اللي سحب الباص، ممكن الباص الان فوق استيساحب من جديد. ها تحياتي والسلام. طيب منظر عجبنا، نحن على الشاص، نحن على ظهر الشاص متجهين نحو الباص، الباص هو قدامنا يشتري له سحبة، الرجال حمل أمه حمول، ما شفتش أنا كذا، كله ثقيل، حمول ثقيل داخل وفوق، ركب أمه راكب، ذا وها، لكن طلع، الآن يشتري سحب، ستوب، أها، نرجع له، دي له الخبطة يا وليد. الجو على روعة على جمال. بسم الله. هذا مشهد ما يقع الا بالافلام. بسم الله بسم الله. الله فوق فوق، لا تمسك بريك، ليش ارجع؟ أبا 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 صدمنا إحنا. يلا 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 لحظة لحظة يلا هذا حبة حبة حب. طلع مشهد ولا بالأفلام والله، أكشن. فهد الغدا، فهد الغرابي، فهد من؟ إيش؟ عمو عم أخو أخوه. هذا فهد أخوه؟ تعرفه ها؟ ايوه هو اخوه هذا. يضرب لك شيء؟ يعني عيال عم برضه وغرابه و بيننا سلام. هو ساكن بالتعاون. ايوه بالضبط. تحت التعاون فيها. طبعا السحبه هذه لا تقل عن 12000 15000 ريال. يعني مش مجان، مش على سواد العيون. الرجال غدو يشتغل هنا سحاب. صاحب الشخص هذا اللي انا فيه الان بيشتغل بالسحبه. اي واحد محمل عجز عن الطلوع، شخص موديل يمكن 84 صح؟ قوه، قوه القوه.
اكشن. الاجواء الرائعه. نحن في تمام الساعه الخامسه يمكن صباحا، خامسه ونص حاجه زي كذا يعني. هذا ما يرقدش الا بس غدو اليوم فجعه غدو مفجوع ولا ينام. نور فاتك هذه الساعه راقد صح؟ من الفجعه ما قدر ترقد. يلا الله يعين، الله يوصلنا بالسلامه. باقي اللي نقيلها حبة قليل، لفتين ثلاث سنوصل. باقي أكثر من لفة؟ أها أه؟ إي والله إيه هناك بيخرج هذاك المغربة اللي هناك. بسم الله اليوم أول رحلة أتبهدل في بيت بهذا الشكل، لكن مع العيد يهون كل شيء. العيد أصبح عيدين عندي اليوم. اليوم هذه تمشية العيد هذه. يا هذا هو نقيل هيجة العب. طريق الله لا يوريكم، منحوت بعرض الجبل نحت. شوف هذا الجبل، شوف منحوت نحت، جدران ساندة من تحت، وهنا منحوت. في تطورات هنا، في أصوات. السائق منسجم باين عليه مرتاح، بيطلع بالريحية ولا على باله. بسم الله ما شاء الله. نرجعكم من هذه الناحية في الصباح الباكر. هذا المشهد الجميل، انظروا كم يا أروان باقية. الله 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 الله. بسم الله. الشباب ذا ما منتظرين هنا يتفرجوا على السيارات. شوفوا الجبل، جبل منحوت نحت، منحوت نحت. يا سلام يا سلام. الآن مع غروب الشمس شوفوا العبارات. أكشنها صح، هذا النقيل أكشنها صح. ابصروا ابصروا، ضوح كله ضوح، حيود ولا مالم زي ما يقولوا. ألا مشو أوليس خلود ربوع. اليوم 4 أنوار يعني العيد بعد بكرة. اليوم العيد عيدين عندنا. اليوم ها بكرة وقفة. عيد الفطر مبارك طبعا، عيد الأضحى قصدي، عيد الأضحى مبارك. شوفوا ستر عليه ما صمم الطريق هذه. بس اخي لا مستحيل واحد يقدر يعمل طريق بهذا المكان. عبارات وحاجات. كم باقي روان؟ كم هذا رون؟ هذا رون. شاهدوا يا شباب، شاهدوا رون منعطف خطير. والباص ها هذه الخيبة ها. أنا شكلت لا ما أبى لا تركضون على السيارة، لا ما قدرت أمسك نفسي.
المشهد مهيب مهيب للغاية. شوفوا يا جماعة، شوفوا تحتنا واحد الشداء، واحد يصور اللمن طايرة طايرة. شوفوا الأرواح. راس الجبل، راس الجبل، وهذا الطريق كيف مخرب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مشهد مهيب. هذه الطريق طبعا من ايام علي عبد الله صالح. كلها جدران ساندة ونحت بعرض الجبل. يا سلام يا سلام، مشهد مريع، مشهد يحبس الأنفاس. أوهو، وهذا الرون الثاني. هاي هاي هاي، يا كم يا أروان، كم يا أروان. لا شك أنكم تشوفوا تحت هذا الجبل ناحية الطريق تعرضه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وهذا الباص، الباص بعدنا محمل أبوه حمول أثقل من الرصاص، كله بويا اورنج مدري ايش، كله حاجة ثقيل. طبعا اغلب البوابير هنا معجزين يوصلوا لحد الطريق هذه وتفشل محاولاتهم، الا الشاس ما شاء الله، هذه موديل يمكن 84، ما تقولش لا خالص. وهذا الرون يتبعه أروان. الآن بدأ الضوء يطلع. نرجع للرون. من الهزوزاقة خرجت دهنة قالت محمد قحطان، لا تهزوزني. بسم الله ما شاء الله. هذاك معسكر اللي هنا بطل تصوير، لا معسكر بطل تصوير. لا ها، مش معسكر. ايوه طريق منحوت نحت بين الجبلين. قديم قديم ولا رعى الله كل جديد. الشاص هي الوحيدة اللي تسحب السيارات في هذا النقيض، هيجة العبد. الرجال معه شاص السحبة هذه ب 15,000، ويرجع طبعا الآن بيرجع يسحب سيارة ثانية. نحن وصلنا إلى تقريبا المنعطف الأخير، والباص منسجم معنا مرتاح. يا سلام، الآن احنا سوف نطلع على التربة.
هذا بداية التربة. بندي لكم المشهد الأخير من النخيل ومن الأضواء الجميلة، أضواء الصباح، بزوغ الشمس. وطبعا هذه حاجات تصلت إلى وسط الطريق، أحجار كبيرة بحجم ال... يا سلام، طلعت الشمس. كل ما نطلع أكثر كل ما الشمس تبان أكثر والأضواء تطلع. الآن نطلع على التربة، انتهى النخيل، النخيل هنا وانتهى. صاحب السيارة بيوقف بيقول له الله معك. طبعا في نقطة هنا عسكرية مش ممكن أنا أصور. السلام عليكم.